حديثك تضباد او اينو كتابك اني 40 كان كسو دخجرني كا قادانينو وحا انو سو تبيي او نبي صلى الله عليه وسلم كسو تبيي صحابي قا قيمها بدن تميم بن اوس الداري صحابي رنتي ان تاريخ قروح بدن لويه ابي رقيانا اي كن يدي ساهيد امنا نيستيسا تميم ابن اوس الداري وحا اها ننحر فضلاه او حضارتك سو جيدي ديتنا البحنمدي يا حضارتي اوتي مركي اصوم مسلمي مسلمين تا كو انفعي ان نبي صلى الله عليه وسلم منبر اسمي سراجك يفتينك لشدنا يي ان سغو كاني او سو هندسي تاريخ روح بدن بوحو كلي هي اسلامك صحابي قاس تميم ابن اوس الداري أيها وحاء نبي صلى الله عليه وسلم كوري حديث كان قيمها بضم صحابي كن يدي سيونا نيستيس وحوية أبي رقية أما أبو رقية رقية أبهد كن يدنا دور قاب يكت مادا وحي كت مادا إنو قفكو المها ودلي لوغو نانيسو عربتنا نانيستا أو أبو ذا أم ذا أي لسعته عز يا شرف بيو اهيد او وي 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 اد بيو قيمينين انت بدن ويلشا لوغو ان اناي سجري ان ابو اديو ميد كو عام بخو معناها غبدو دلي اما غبرو دلي بو كو عام بخاي ديتنا تاسا اسو عن جرتي ابو رقيه وحا لا يراها دا غبداس كليا ايو دلي سداسا ماركا كنيديس اي او نوقتي ابو رقيه مر ماركا قار كودنا علم سو ان دلين بابا كنيدو اي نانايستو راعدايو سيدا أبو هريرة وكليتو بسد ودريالي جلي وجعلا وحنانين جلي يدونا جعلي ان ايه اللوغو مقعدري ساسا أبو هريرة كن يدي سيكون نقطي كي بسد حنانين ييوي تميم ابن أوس الداري وأبو رقية كن يدي ستهي ايه وحا أوليهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيا وحا أويري الدين النصيحة الدين دينت النصيحة ونصيحة لبذك المدود والدين النصيحة لبذك بوحا ليلة هذا ومعرفة الدين أتت على صيغة المعرفة النصيحة نوى معرفة جملة نوى جملة اسمية وككوبا مبتدأ يخبر الدين ومبتدأ النصيحة وخبرة جملة اسمرك مبتدئ يخبر ككوبا اللبضوض مبتدئ يخبر كيبا أي معرفيهين مركا بلاغذ لغهد ليوحى ليرهذا وحى وضرب من أضرب الحصر ونوع كم ذا نوعية ذا حصرقة نوع كم ذا نوعية ذا حصرقة معناها وحوية إنما الدين النصيحة أكلته دينته وحا أي تهيئون أكلية نصيحة دينه دمي ونصيحة الدين النصيحة الدين دينتي حديث كلا نواتوها الدين المعاملة دينتو وهبدقا هي معامله الدين النصيحه الدين دينتو النصيحه ونصيحه وحكلمه معناها نصيحه وهي نصيحه وحل يلهدا marka la soo koobo hubul khayri lil ghayr dadka oo wanaag la jeclaado kalimada asal keeduna wuxuu ka yimi nasahtu al asala malabka marka la miiro او شمعدا لغا ميرو ملبكي سافيدا اهايه سو بخاي
معناها وحل هذا ملب خالص أما ملب ناسحة صافية. نسحت العسل عانه مرك أيهين عانه أن برح لهين أو حبلا قدر وحل هذا. ونسحت اللبن عانه وحي النقدين وأن وحش وائبا وذن أو حبلا سعون. بمعنى دين إسلامك ودين جبي جذبة مد صافية وخالصة وأن وحق القلوع كجر وأن عليس لغفلنين وموقال كذا يقرسودي ظاهر كذا يباطن كذبة وإسكو مديه ضد كمسلمين تأه الدين تأه استانا وسدا سوكله طوية معنا وضد كريو كلبة ضاع عدنمو يوناج لغفل يوي. الدين النصيحة دينته ونصيحة نصيحة هذا نوحي نكوش يقني حب الخير للغير ضدك أولا لجع لاده وناجة. نبي صلى الله عليه وسلم مركو انت سيلي ورواي ذها قاركو ذا إليه نصدح مربو كوع العلي الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة مركو انت سيلي وآموس عليه الصلاة والسلام معلن بوأها معلن كي معلمين توأها إذا إذا كم على سنين بوأها قاببك معناها وحلو بره معلن كذي بوأ سجى على جبرني نبي صلى الله عليه وسلم مركا أنت أمركوي الدين النصيحة وروي دين تو ونصيحة دين تو ونصيحة مركوي أيها الصحابة دكت تاجين وحي لهذين قلنا لمن يا رسول الله يي نصيحة أتهي دين تاسي يي أتهي واحتر يدافع يي أتهي. قال مركاس النبي صلى الله عليه وسلم مركاس جوابتي بحنايا يجو أو دكتور أي أرى رحسن تهي أو آد أس جية أو قد درينا يا جوابته لله إلهي بين نصيحة أتهي ولكتابه كتاب كيسي نصيحة أتهي ولرسوله رسول كيسي نصيحة أتهي ولأئمة المسلمين أئمة مسلمين تي نصيحة أتهي أئمة محال قوضا وأتقدونا وعامتهم بلشوين تا مسلمين تي نصيحة أتهي. حديث كاس وحق نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم نصيحة إن يتهي دين تأوضا من نصيحة تهي دي تنوح شيخي عدة أي أتهي عدة أي أتهي نصيحة لبا قيبوت بي أقيب سميان قيب قفك سمينا يه أي يدني وجرتا كالله سمينا يونا وحبكو كردين ميسو قيبنا لبا الدرف بدن با وجرتا قيب تهورة ومعناها قفك سمينا يه السيدة وناكسنة اللقرب أردق مياه أي دنتو وجرتو ونصيحة لله ولكتابه ولرسوله نصيحة إلهي إيه كتاب كيسة إيه رسول كيسة إنك مسلمين تأبي الدن نوته لكن هداد سمين ويدو إلهي وحبك اللي بميسد هدي آت سميسدنا وحبك كردين ميسد واتو حديث القدس جاءها إن هدي إذنك أوردن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم هدي إذنك أوردن إنس إيو جن إيو كين أجوه الرجاء يك أقدم بيا أد يلتان على أتقى قلب رجل واحد منكم يعني كإذين كنت قوبضا قلب جيس وكلا هداد وذا نقطان ما زاد ذلك في ملكي شيئا جل جلاله أرنت أسي أود ديدا ملكي جيق وحبك زيادة ميسو إذن كإذين في عنده إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم هداد وناك سناتان نفتينا أوناك سناتين هدي عكس أي نقطة إذن كأو دمي أد على أفجر قلب رجل واحد منكم نقيالتان ما نقص ذلك من ملكي شيئا ملكي يؤود إذا وحبك الناقص ميسو وإن أسأتم فلها هدي أد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها هداد نفتا هداد قبوت فشو أود حمان أما حماتي نفتا هداد حماتي يداد هدو دي ميل درن كتوري دونتا إلى هين هنقبت بادية
إلهي وحبة ترميس هداد وناكسناتنا وحبة ترميس هداد حماتنا وحبة يرميس إناد في عناتها هذا يكوفي عنده. النصيحة لله مر قف كي أو ناكسنتهي إنو سدا إلهي أولا دقمه قف كي أو ناكسنتهي إنو سدا كتابك إلهي أولا دقمه قف كي أو ناكسنتهي إنو سدا رسولك صلى الله عليه وسلم أولا دقمه لكن إنتو هذا بوحبكو كردين ميس لنا عكله. النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم نصيحة أئمة المسلمين لو نصيحين أيو أما عامة المسلمين لو نصيحين أيو كان نصيحين يمتك لو نصيحين أيو لبضبع وحوي عمل مشترك فائدة مشتركة وجرت وكان ناصحة يوم منصوحة لبضبع ويكدي فيان وحبي كدي فيان وكفى إيديان نصيحة لبضع السيساسي أكرا معناها بيحي الدونان. النصيحة لله إلهي لو نس يعني سي برحترا لو لا دقمه إلهي وناسح لو نقضه وحي كدق أنت هاي وحي كدق أنت هاي أن تعبده وحده أن تؤمن به وحده مركه رأي إن الله جل جلاله أن تفرد له الوحدانية إن سقى كل جيس من تد رميسد توحيد كيسا ودميستران عدلتي مادد لابو إناد الله جل جلاله كليجيس عبادته وخالص يشي وذن عدك ليتو عبادتي أمنا لو ذاجن انت هداد سميسد يوكو لمدك واحد تهيقف ناسحة وواحد سميسي النصيحة لله الله جل جلاله أياد وحداني يدي سي توحيد كيسي قرتي إلهي بعد سي برحترن الرميسي إلهي بعد عبادتي وبرحترتي وقد خالص وقلقتي وحتى هي ناصح لله ولكتابه كتاب كيسا أي نصيحة وتهي دينته وحي أقول نقونا إيسا إن هذا مركه هره رميسيد إنه يهي كتاب كان كتاب كي إلهي وأن شكي كاقلين كلام كان إنه يهي كلام كي إلهي جل جلاله إن هذا رميسيد إن هذا رميسيد إنه كلام كي إلهي يهي وصن مخلوق هين إن هذا رميسيد كلام كاس إلهي سود جيه قرآن كي إنه هاي سنة إنه يهي معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيي خالد كأهيد وارسي إن هذا رميسد إن براره أن سعادة أن الدنيا آخرة ليبانت أن الدنيا تأن آخرة با إن سجى كجرتو إن هذا آمن تد إنه وضده سحد أكو جها مننا يو إنه نلول فرحد يخير يقول يجنو يفتين له وإن أكوها جيو إن هذا كو عمل فشد إن هذا برتد إن هذا أخرسد وحص ودمي وحويه النصيحة لكتاب الله النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم محوية كوهرت إنا الرميسد نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا الرميسد إنا الجعلات ودوحو البك الجعلات إله النبي صلى الله عليه وسلم إنا دوحو البك الجعلات هو هذا إنا نفت هذا كجعلات وحو البك الجعلات إنا كديت وآد نبي صلى الله عليه وسلم هدي جيسا معنى سنة ديسي آد قادة تيدو دلغة انجلسي إن آد وحي نبي صلى الله عليه وسلم كاقد ديجي كتكتو إن وحي كفري آد لتي مادو إن آدم كبين أبوران وآد وحوسا أوران نبي صلى الله عليه وسلم كشيغن وملا أوالا وآد جهلي أقون دركو هادل وآد أوران نبي صلى الله عليه وسلم أديقون هبين أرمها سوى دمي وحا أي نقول إيان مركة النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين النصيحة لأئمة المسلمين وحوية ورت أئمة المسلمين وحي نقضان لبا معنى إليه معناها كوادي وحوية إنيهين مدحدة مسلمين تا. أئمة المسلمين وحل قوضا مدحدة مسلمين تا. معنى اللبات باوحو أرانا يا أئمة المسلمين وحلقوا ذا
culummada rabbaaniyiinta ah ee muslimiinta labadu isdiidi mayaan, oo waxaa la yidhaahdaa culummaduna waxay caddeeyaan islaamkay caddeeyaan, madaxduna waa fuliyaan, oo awaamirtii islaamkaee culummadu ay sheegtay ayay dhaqan geliyaan. Haa'ulaa'i mubayinuun wa ulaa'ika munafiduun, kuwani waa caddaynayaan, kuwanina waa fulinayaan. Wa marka ay sidaa isu wataan weeye, maanta madaxdu madaxooday ka socdaan, caalim iyo diin iyo aqoonteed inta usoo noqota usoo hoyata ama u hogata waa ay yar tahay, nas'alullaha salaama. A'immati almuslimiin marka waxaa la rabaa, ama madax ha noqdeen ama culumo ha noqdeene, waa bini aadan. Horta marka koowaadba cidda madaxda ah ee dadku inta ay ku qanceen madax ka dhigteen, waddo kasta ha u mareen, si kasta ha u doorteen, ay madax ka dhigteen oon cidii ku haysanoo cid kaloo garab taaganoo leh anaa ah isaga ma aha, oo kala saarid iyo howlo kale aan u baahan, ciddaa madaxnimadooda loo ogolaaday, waxaa la rabaa marka hore in sidaa loo qaabiloho, loo aqbaloho, si aan fawdo u dhicin oo adduunyada iyo noloshu aysan qalaabagadis u noqono, aan wax badan oo khaldani uga soo bixin, in iyaga horta loo hoggaansamaho, la rumaysto, la aamino, madaxnimadooda la aamino, macnaha inay madax yihiin la qiro, warkoodana la maqlo, wixii aan ahayn war ilaahay warkiisa ka hor imanaya. Laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq, wixii ilaahay rabitaankiisa iyo ilaahay sharcigiisa ka hor imanaya cidna laga yeeli maayo. Laakiin wixii nolosha iyo sidii loo maarayn lahaa iyo masaaxadii layna siiyey, antum aclamu biumuuri dunyaakum, soo hoosgelaysa ciddaa talada loo dhiibtay in looga dambeeyo wanaagga iyo sharafta iyo horumarka ku jira. Marka horeba cid si saxa loo doortay oo waddo saxa ku timi, waddadaas khalqalooc iyo khaladaad iyo wixii doonto ha yeelatee, oo markaa muslimiintu ama dadka markaa ay maamulaan ay madaxda u yihiin, ay madaxnimadooda ogol yihiin, calaa wijaajiha, qalqalooc kastoo ku jira ay ogol yihiin, waxaa la rabaa in aan fawdo laga garab kicin, si silmi, haddii wax la saxayona si nabdoon lagu saxo, oo aan macnaha wixii la haystay inta tirtirto culays kaleeto iyo mashaakil kale abuureysa aysan, macnaha waddo waxaa la rabaa aan uga darin, inta markaa la joogo iyo waxaa la haysto in wax lagu dhiso oo lagu kordhiyo oo wanaag la soo siyaadiyo, maahe inaan hoos loo dhicin oon dib loo noqon baa la rabaa. Madaxdaasi waa khaldamaysaa, waxbaa ka hoos baxaya, waxaa la rabaa khaladkooda in lagu saxo, billatii hiya axsan, iyo si wanaagsan in loo saxo oo loo naseexeeyo, oo iyaguna aysan naseexada ka weynaan iskala weynaan, oo kii si wanaagsan ula hadlaba aanay xabsi kula ordine ay qiimeeyaan, war waxaanu sheegayo horta runbaa, haddii wax wanaagsan tahay ay qaataan, qofkaana u mahadnaqaan. Dadka kaleeto ee raba inay wax saxaanna ay waddadii sixitaanka iyo naseexada maraan, oo aanay iyaga ruuxadoodu ka sii darin, oo aanay tuqyaan iyo xadgudub samayn. Ama madax ha noqoto ama culumo ha noqotee, qolo walbaaba waa basharo, waa gabood fali kartaa, waa khaldami kartaa. Caalimka ruuxaddiisa marka wax ka hoos baxaan, waxaa la rabaa in si wanaagsan loogu naseexeeyo, oo wixii uu ka ilduufay la tusi karo, lagu hagi karo, isna uu qaadan karo oo soo hogan karo. Oo marka Cumar ibn Khataab radiyallahu canhu minbarka saaran ayaa waxa uu isku dayay inuu xad u yeelo meherka dumarka, oo yidhi intaas ka badan gabar laguma meherin karo. Haweenay muslimiinta ka mid ah oo masjidka fadhiday baa waxay tiri Amiirulmu'miniin, waxaan Ilaahay xadidin, miyaa aad wax xadidaysaa? Waxaan Rabbigii jalla jalaaluhu sharcigan inoo soo dejiyey aanu
حددين أو معناها حكمين مي أذو حكمين إيش حق مهرك دمرك إسكاله أنت ربان بين شيئين كران ويحسوسي مركاس ويلي النوا خلدمي يدو نوا صح بس ده سال ربان معناها وحال ربان إن ليس صحي كره ولا يستسين كره وحه وناكسن لا قف لما يستر المجلو الكمال لله لما يستر لهم بأسكاله بشر بين النهي أما ترى هاي ما أنت أما هاين أما ما أنت شعب هو مس معنا مركز توحة عاد قيمين هي سوا حوية سدى أن ما أنت أصح نهيبا برؤ خلد مكرا سدى أن ما أنت أخل دنا هيبا برؤ صح مكرا مركا كان شيء جي أنا وحى للربع نوسا أدب كي نصحى كبودن متكلوا شيء جي أنا إنان معناها إسلويني يقوق وسن قادن النصيحة لأئمة المسلمين هذي أهان لهيد علومه يهذي أهان لهيد مذحبة وحين قنا يسامر كائن قاب كاون أقسم لولا دقبه ولولا تعامله وعامتهم دينته وحي نصيحة وتهي بالشوين تي نصيحة وتهي عامة الناس ذاتك عن حلك هين أما حل أقوانا هذا النقض علمي أما مد معمول هالنقض عامة الناس بالشوين تي أي نصيحة وتهي وبالشوين تي روح حد يذا وحل الربع إن يسوء ثلاثة تيذا صافدة أهي برحلة إن ثلاثة يسوء ميران وقف مركة وتلوكو ويديستو أتصدق أقول في عن يهلك أقول أنا أحسن وقص وقبتي وعلى ربع مركة أي طلق صوم مدته إن هذا ناسح نقطد ودمش هذا دكتي صدق أقول هبونا وأنا أحسن أدو دكتي حتى هذا أدو وحقوايس صحابي جرير يا وحى نبي صلى الله عليه وسلم وحي جرير حديث جرير نبي كورنا يا جرير بن عبد الله البجلي مركز وحي ليه رسولك إلهي من وحى كلب الله مي بايعته رسولك إلهي ما موحن كلاب اللامي صدح الرمود إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وحن كلاب اللامي نبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة دا أوغه زكادنا أن قدتهم بحيو إيو والنصح لكل مسلم إن قفك استوى مسلمة نصيحة معناها النصح فلو أمي روه تلذا وماشى أقوى ناكسنا إسقى أوفي عن حتى هدي أنجو أن وحقوايو أنو الدور صحابي حديث كاس وريي النبي صلى الله عليه وسلم بلنت على الجلي بلنت على سنو أمد عامه ودي أن سقى كوبنين وقف كستو مسلم الله جربه أيا مال نوح أبا هذا إنه فرس سوء يبسن فرس كي وسوء يبسن أيي نبي فرس كسوء يبسن أي لابا بقالوا درهم بوكسيه ووتيجي فرسكي بوكحست مركو حافد يسيه تيجي وفرسكي انتفاع صدي بوحو أركي فرسكو إنه يهي فرس قيمة هن قيمة كبدا جوجا وأوصل نقطة يوحي وفرسكاغو انتن وكقال سيه يعني لعقب ودر لابا بعدها وأدو دول انتاج قدر تيقف كي يكون نقطة يلي دول كاغو قيمها نادي قصي سوى كقال السنين هاي نيو وأدع أنت هاي هو إنتاس العقب وقدر يفرسك والنقضي مدو سوى استعمالي وح أركي مركا فرسكي أو أنتي كونا أحسن مثلا وكسر النقضي وح يلي فرسكا وقيمها ومدق مو ما لين بمعجزة عنك أركا وقدره صدح مرمرك وقدره وح يلي وجو موالب معناها ما أنت قف مركا لول أتاكل يبستان إن أتكلت تكتان وخصوصا نقدوك يلا ده ورولك أقول نيوه مجهو جو شنكن وأكب دنيه لا ما ذاكون كدر صو أو مثلا ما المكدي بوخصوصا نقدو أو كيلا ده ور إنت هسي وأكب دنيه لا ما كون وكلك وقدره حضرنا إذا قف كان وقوة شيء صوب وحيله ليس بي جنون موالب لكن نبي كان كلاب الله صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم نبي كان واحد كلاب الله مي إن قف كستوى مسلمة ثلاثة أميره ومدة أقوى ناكسنا سي
xaqaagii intaasuu noqday, sideed meeshii labada boqol uu joogay ee dirham, sideed boqol oo dirham buu siiyey. Markaasuu yidhi, faraskaaga qiimihiisu waa intaas. Sidaasaa laga rabaa marka qofka muslimka ah inuu mujtamaca kaleete muslimiinta ula dhaqmo. Waana tan islaamku uu bilowgiisii marka muslimiintu ay naasixiinta ahaayeen waa sababtuu u fiday islaamku. Maantana waa caqabada hortaagan fiditaanka islaamka. Dhulkan aynu joogno, muslimiinta ku nool waxay in badan ka badan yihiin muslimiintii ganacsatada ahayd ee tagtay Andalus, ee tagtay baan leeyahay Indonesia. Indonesiyada aad arkayso waxay ku soo muslimintay, waxay ku soo muslimtay oo Indonesia ay islaamka ku soo gashay muslimiin ganacsata ah oo reer Yemen ah oo meesha ganacsi ka bilaabay. Yemen bay ka tageen muslimiintii qumanayd waqtigii dhulku dhul muslim ahaa, ganacsi bay meesha ka bilaabeen. Dabeecadooda iyo dhaqankooda baa waxay sababtay in reer Indonesia islaamka soo galaan. Waxay arkeen dad isjecel oo naasixiin isu ah. Qofkana halkan dukaan ku haysta, markaasaa waxa u soo gelaya qof badeecad raba oo wax iibsanaya. Markaasuu wuxuu ku leeyahay, aniga maanta dad badan baa ii soo galay, wax fiicanna waa layga gatay, walaalkaa kaleeto dukaan kale oo ka soo horjeedaho qof kaleoo muslim ah buu leeyahay, buu u tilmaamaya, walaalkaasaa maanta aan cidna u geline, isaga u tago ka gado. Way yaabeen, war dadkan saa isu keergaraynaya, isu ilaalinaya, isaga fikiraya maxay yihiin? Markaasay markay ogaadeen in islaamku uu dhaqankaa wato oo naasixiin ay yihiin dadka muslimiinta ahi, ayay islaamkii soo galeen oo diinta qaateen. Dhaqankaasaana laga rabaa muslimiinta, Ilaahay hayna ku hago oo kuwo naasixiina oo talada isu miira oo sida wanaagsan u wada tacaamula hayna ka dhigo. Maanta dhulkeenna dhaca iyo boobka iyo isdabamaryaynta iyo sida laysu dibindaabyaynayo, qof kasta oo ina ka mid ah qisu ku leeyahay, qof kastaa ku odhanaya, mid baa halkaas intaan lacag ku darsaday iga dhacay, mid baa isu kaymadoobeeyey, mid baa sidan ii galay, mid baa saan yeelay, xadis walaa xaraj. Islaamnimaduna saas maaha. Diintu waa naseexa, waa in laysu xalaal miiro, waa in wanaagga laysla jeclaado, xataa haddii naftaada culayskeeda ay tahay. Waxaa la rabaa in naseexada iyo inaad qofka kaleeto wanaagga la jeclaataa ay dhaqan kuu noqoto. Ilaahay dhaqankaa wanaagsan haynu ku nooleeyo, haynu ku dilo. Halkaasaynu insha allah casharkeenna maanta ku soo afmeeraynaa. Axadda dambe ayaynu xadiidka sideedaad insha allah ku kulmi doonaa. Ilaahay nolol iyo farxad iyo wanaag iyo taaca hayna ku gaarsiiyo. Jazaakum allah khayr wa baraka allahu fiikum. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.